السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس Virtualize from Scratch. أنا محمد رشدي، وإن شاء الله النهاردة هنعمل deployment لل vCenter server. أوكي، إحنا الموضوعات اللي فوق دي الديمد دي كلها خلصت، وإحنا في سادس موضوع، عفوا سابع موضوع، اللي هو deploy vCenter server. طيب نفتكر تاني كده، إيه هو ال vCenter server؟ ال vCenter server هو ال centralized manager، او خلينا نقول هو السيرفر اللي من خلاله بنقدر نتحكم في كل ال ASXi hosts الموجودين عندنا في ال environment. فهو من خلاله بنعمل centralized management. اوكي، ال vCenter server بيقدر يتحكم في ال vCenters اللي عفوا في ال ASXi hosts الموجودين عندنا ك centralized management، وكمان لأن في features و functions كتيرة قوي ما بتكونش متاحة إلا لما بيكون ال vCenter، عفوا لما بيكون ال ASXi تحت مظلة vCenter server. على سبيل المثال خاصية ال vMotion، خاصية ال vMotion إن احنا نقدر ننقل virtual machine live، يعني وهي شغالة إن احنا نقدر ننقلها من ASXi host ل ASXi host تاني live وهي شغالة. الفانكشن دي او الفيتشر دي مش متاحه الا من خلال استخدام في سنتر سيرفر، وهنعرف بالتفصيل اكتر يعني ايه هي الفي موشن في فيديو جاي ان شاء الله. طيب قبل ما نبتدي خلونا نعرف حاجه عن الفي سنتر سيرفر، ان في منه اديشنز او يعني في منه فليفرز. الفي سنتر سيرفر في منه ويندوز اديشن، بيكون الابليكيشن نفسها ابليكيشن الفي سنتر سيرفر بيتعملها انستوليشن على ويندوز سيرفر. اوكي، ده نوع. وفي نوع تاني او في فليفر تانية من الفي سنتر سيرفر بيكون ابلاينس اديشن او في سي اس اي. في سي اس اي اختصار في سنتر سيرفر فيرتشوال ابلاينس. في سنتر سيرفر فيرتشوال ابلاينس هي المفروض في سي في سنتر سيرفر ابلاينس. اوكي، في سنتر سيرفر ابلاينس. الفي سنتر سيرفر ابلاينس ايه هي؟ هو عباره عن في سنتر سيرفر جاهز معمول له انستليشن. هنشوف ايه الفرق، يعني ايه الفرق ما بين الديبلويمنت والانستليشن. معمول له انستليشن جاهز على اوبريتنج سيستم، وبيكون باكجد من في ام وير، فبيبقى اسمه ابلاينس. اوكي، يعني الابلاينس عباره عن اوبريتنج سيستم زائد ابلكيشن باكجد مع بعض، موجودين في باكج واحده مع بعض. انا مجرد بس ان انا بعمل لها ديبلويمنت، يعني انستوليشن مصغر وخلاص. بمجرد ما الديبلويمنت بتخلص بيكون ليها اي بي ادرس ويوزر نيم وباسورد وباكسس على طول. لكن في الويندوز فليفر، في الويندوز فليفر لا، انا عندي الويندوز اوبريتنج سيستم الاول، بعمل له انستوليشن وبعمل شويه بريكوزيتس كونفيجريشن وبريبريشن عليه، وبعدين اعمل انستوليشن للفي سنتر سيرفر فوق. الفيرتشوال ابلاينس هي بتكون جاهزه، الاوبريتنج سيستم زائد الفي سنتر سيرفر. هو فيرتشوال ابلاينس ده كونسبت، يعني في برودكتس كتير او ابلكيشنز كتير احنا بنشتريها او بتوصل لنا جاهزه عباره عن فيرتشوال ابلاينس. يعني الاوبريتنج سيستم اوريدي معمول له انستوليشن، والابلكيشن معمول لها انستوليشن وكونفيجريشن فوقها، وباكجت مع بعض في الباكج جاهزه، بتبقى او في اي او او في اف فايل. لو تفتكروا ايه هي الاو في اي، اللي هي الباكجينج او التمبلتس، هنعرفها بعدين. اوكي، فالفي سي اس اي اللي هو الفي سنتر سيرفر ابلاينس ده اللي احنا هنعمل له انستوليشن النهارده ان شاء الله، وهو الشائع استخدامه. طيب ايه الاوبريتنج سيستم اللي فيه؟ يعني من باب العلم بالشيء، هو الاوبريتنج سيستم اسمه فوتون او اس. فوتون او اس وده لينكس فليفر او لينكس ديستريبيوشن، نوع من انواع اللينكس اوبريتنج سيستمز. اوكي، احنا اوريدي عملنا داونلود قبل كده في فيديو قبل كده للفيرتشوال ابلاينس، تمام، وهنعملها انستوليشن بعد قليل. طيب هنحتاج نعمل كمان سيت اب او كرييشن لدي ان اس ريكوردز، دي ان اس اي ريكوردز في الدي ان اس عندنا. لو تفتكروا من اللاب ريكويرمنتس كنا محتاجين دومين كنترولر، اكتيف دايركتوري دومين كنترولر، موجود عندي، يكون موجود عندنا في اللاب، او يعني يكون موجود عندنا في الانفايرمنت. خلينا نتكلم على برودكشن دلوقتي. اوكي، فاحنا
مبدئيا طبعا احنا بنكريت الاي ريكوردز في الفورورد لوك اب زون، وحضراتكم لازم تعملوا كرييشن لريفرس لوك اب زون. هي مش اجباريه، لكن الافضل الاحسن ان يكون في عندي ريفرس لوك اب زون. هاو تو كرييت ريفرس لوك اب زون هي سهله جدا، لكن يعني مش موضوعنا، في مش في سكوب الكورس. نرجع بقى لدوكيومنتيشن مايكروسوفت، هي سهله قوي يعني. اوكي، دي مجموعه ريكوردز انا عملت لها كرييشن. في ريكورد للفي سنتر سيرفر، لازم نعمل ريكورد للفي سنتر سيرفر، نديله الاف كيو دي ان اللي هيستخدم، اوكي، والاي بي ادرس المقابل. وكمان انا عملت دي ان اس ريكوردز للاس اكس اي هوستس اللي موجودين عندنا في الانفايرمنت. احنا عملنا انستوليشن لواحد، وهنعمل بعد كده انستوليشن لتو اس اكس اي هوستس كمان يبقى عندنا في اللاب. بالنسبة للمانجمنت انترفيسز للفي سنتر، هاو تو مانج الفي سنتر سيرفر، احنا نقدر نمانج الفي سنتر سيرفر بأكثر من طريقة. عن طريق الفي سفير ويب كلاينت اللي هو الويب كونسول، وهو ده نقدر نقول عليه الكونسول الأساسي الرئيسي للاستخدام اليومي لإدارة الفي سفير انفايرمنت. اوكي، وطبعا من ضمنهم الفي سنتر سيرفر. في انترفيسز تانية، في انترفيس اخر للابلاينس نفسها، اوكي، الخاصة بالفي سنتر، اسمها في سنتر ابلاينس مانجمنت انترفيس. هي برضو ويب كونسول، ندخل عليه ان شاء الله بعد ما نعمل الديبلويمنت، نفهم ايه قصته وايه الغرض منه. واقدر كمان ادير الفي سنتر سيرفر والفي سفير انفايرمنت بالكامل عن طريق الباور سي ال اي اللي هو مبني على الباور شيل كوماندلتس. اوكي، خلونا نبتدي الانستليشن. اوكي، دي الايسو ايمج للفي سنتر سيرفر، احنا بنعمل لها ماونت عندنا في الويندوز، سواء ابتداء من ويندوز 8.0، فما طالع فيه البيلت ان ايمج بيلدر في الويندوز. اوكي، فممكن نعمله ماونت او باي ابلكيشن نقدر نماونت من خلالها الايسو ايمجز، او اقدر عادي خلاص اعمل له اكستراكت بالوينرار. طيب، ده محتوى ال سي دي. اوكي، احنا هنفتح فولدر في سي اس اي يو اي انستولر، ده للايه، لليوزر انترفيس انستولر. نفتح ده، طبعا ده لللينكس وده للماك وده للويندوز اوبريتنج سيستمز. خلاص، بس في كل الاحوال طبعا يعني هو هيتعمل له انستوليشن، يعني انا اقصد دول running applications او startup applications للانستوليشن، لو ان انا هعمل انستوليشن من خلال ماك او من خلال لينكس، لكن احنا هنعمل انستوليشن من خلال ويندوز. اوكي، دبل كليك على انستولر. خليني اقول لكم على حاجه، ان الفي سنتر في النهايه هو فيرتشوال ماشين، يعني الفي سي اس اي اللي هي الفي سنتر ابلاينس هي في النهايه فيرتشوال ماشين، هيتعمل لها deployment على ASXi server عادي خالص. تمام، طيب احنا ايه الاوبشنز المتاحه عندنا؟ عندنا install، عندنا upgrade، عندنا migrate، عندنا restore. install اللي هو ال new installation، upgrade لو انا هعمل upgrade ل vCenter server من edition اقدم، ابتداء من edition 5.5 اقدر اعمل ابجريد، او اقدر اعمل مايجريت. ايه هو المايجريت؟ هو المايجريت ممكن يعمل مايجريشن وابجريد في نفس الوقت. الابجريد، عفوا المايجريت، ان هو يحول الويندوز في سنتر سيرفر الى فيرتشوال ابلاينس. يعني اقدر لو انا عندي في سنتر سيرفر على ويندوز سيرفر، يعني ويندوز في سنتر سيرفر بال ويندوز انستليشن، اوكي، اقدر اعمل له مايجريشن من الفي سنتر سيرفر من على الويندوز، احوله الى ابلاينس. طبعا ليه احنا بنتجه للابلاينس؟ ولو انا مش غلطان، اعتبارا من الاديشن الجايه من الفي سفير اللي هي في سفير 7.0، لو انا مش غلطان هينتهي استخدام الويندوز سيرفر مع الفي سنتر، هينتهي يعني مش هيكون بعد كده في اديشنز من الفي سنتر للويندوز، هتكون كلها فيرتشوال ابلاينسز.
مبدئيا في ام وير اوريدي عامله لك الانستوليشن جاهز، فيعني مش محتاجين نتعب نفسنا فيه، و الكونفيجريشن معمول بشكل مظبوط وسليم، فستيبل تماما تماما، واضافه لانه على لينكس اوبريتنج سيستم، فده مديله ستابيليتي اكتر كمان من انه يكون موجود على ويندوز اوبريتنج سيستم. اوكي، او الريستور، الريكفري هي فيتشر جديده ابتداء من في سنتر 6.5، ان انا اقدر اعمل باك اب وريستور من خلال الفي سنتر سيرفر نفسه. الاديشنز اللي اقدم من 6.5 ما كنتش اقدر اعمل باك اب من خلال الفي سنتر نفسه، يعني نيتف باك اب، لا اقدر، بحتاج ان انا بقى اعمل له باك اب باستخدام باك اب سوفت وير زي مثلا الفيم، فباخد فيرتشوال ماشين الفي سنتر كلها على بعض بعمل لها باك اب. ابتداء من 6.5 انا اقدر اعمل باك اب من خلال الفي سنتر سيرفر نفسه، وهنشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. اقدر اعمل اكسبورت للسيتنجز كلها، اوكي، بحيث ان انا اقدر اعمل لها ريستوريشن بعد كده على كلين انستوليشن، او لو حتى عايز اعمل في سنتر سيرفر في لاب او حاجه بنفس الكونفيجريشن. يعني مثلا احنا هنضغط على انستول، اوكي، نيكست. هو الستبس هنا طويله شويه بس يعني مفيش مشكله، كلها سهله ان شاء الله. تشيك بوكس نيكست يولا. اوكي، في عندنا تو تايبس من الانستوليشنز، احنا هنختار الديفولت بس نقول سريعا كده ايه الفرق ما بين ده وده. اوكي، في عندنا الفي سنتر سيرفر بينقسم الى شقين، جزء اسمه بي اس سي او بلاتفورم سيرفيسز كنترولر، والفي سنتر سيرفر نفسه الانفنتوري سيرفيسز، اوكي، زي ما هو واضح مثلا هنا كده. البي اس سي هو جزء من الفي سنتر سيرفر، بيكون مسؤول عن اللايسنسنج، مسؤول عن الاوثنتيكيشن، مسؤول عن يعني مجموعة حاجات كتير. الديفولت ان البي اس سي بتكون بيلت ان داخل الفي سنتر سيرفر، اوكي. في انستوليشنز تانية بتكون ادفانسد شوية، بنخلي فيها البي اس سي يكون اكسترنال زي ما هو واضح هنا. لما بيكون البي اس سي اكسترنال نقدر نجوين اكتر من في سنتر سيرفر لنفس البي اس سي، ده ادفانسد مود شويه، اوكي. بيكون الغرض منه ان انا لو عندي انفايرمنت كبيره والانفايرمنت فيها اكتر من في سنتر سيرفر، 3 4 5 في سنتر سيرفرز، اوكي، علشان اسهل على نفسي المانجمنت، وانها تكون كمان يعني اداره الفي سنتر سيرفرز نفسها تكون سنترلايزد. فبعمل الطريقه دي بان انا بستخدم اكسترنال بي اس سي، وبجوين الفي سنتر سيرفرز اللي عندي للاكسترنال بي اس سي. في الحاله دي انا مبدئيا اعمل لوجن على اي في سنتر سيرفر عندي، هقدر من خلاله، من خلال شاشه واحده، ان انا اشوف كل الفي سنتر سيرفرز اللي موجودين عندي في الانفايرمنت بكل الانفنتوري اللي تحتهم. يعني عندي مثلا في سنتر سيرفر 1 و2 و3، هعمل لهم جويننج لاكسترنال بي اس سي. لما بعمل لوجن او ساين ان على الفي سفير انفايرمنت عندي، فمن فروم سنجل بين اوف جلاس او من شاشه واحده، يعني اقدر اشوف كل الفي سنتر سيرفرز وكل الانفنتوري اللي تحتهم بكل الاي اس اكس اي هوستس اللي تحتهم وهكذا، تمام. بس ده يعني بيستخدم في الادفانس انفايرمنت و لي كالكوليشنز، بس خلينا احنا على الديفولت. اوكي، نيكست. اوكي، هنا هو بيسالني على الديستنيشن اللي هعمل عليها الانستوليشن. هل انا اعمل انستوليشن على ESXi host او هعمل انستوليشن على في سنتر سيرفر؟ يعني ازاي في سنتر سيرفر؟ عادي، يعني ممكن يبقى في عندي في سنتر سيرفر وتحته مجموعه من الفي سنتر سيرفر فيرتشوال ماشينز، مش اكتر، يعني هم مش مرتبطين ببعض، لكن بس كترتيب عندي في الانفايرمنت ممكن يبقى عندي في سنتر سيرفر وتحته ESXi hosts، والESXi hosts عليها فيرتشوال ماشينز، ومن ضمن الفيرتشوال ماشينز دي في سنتر سيرفرز لانفايرمنتس ثانيه جوه الشركة عندي، لو ان انا يعني بتكلم على طبعا شركة عملاقة. يعني على كل حال احنا هنعمل انستوليشن على اي اس اكس اي هوست، فانا هدي له الاي بي ادرس او الاف كي دي ان للاي اس اكس اي هوست اللي عندي، و10 101 10 لا
عشرة مية عشرة ستة بورت أربعة أربعة تلاتة. اليوزر نيم للـ SXI host والباسورد، وبعد كده next. اوكي self signed certificate للـ SXI host. اوكي هنا بيطلب مننا ايه؟ هنا بقى بندي اسم للـ vCenters، او اداة الـ vCenters server هيروح فين؟ هيكون عبارة عن virtual machine. فالكلام هنا دلوقتي على set up appliance virtual machine. طيب الـ virtual machine name هيكون اسمها ايه؟ هنسميها CAI، اختصار يعني كايرو دوت في سي اس اي او في سي اس في داش 01. هو انا عملت ايه في ال لحظة بس افتكر في ال دي ان اس. اوكي الدي ان اس اسمه سي اي اي داش في سي اس في، يعني في سنتر سيرفر داش 01. المهم قوي طبعا ان الاسم ده هو الاسم، التسميه هنا ده اسم الفيرتشوال ماشين بس، يعني احنا شويه كمان وهنكتب وهنكتب الاف كيو دي ان ليها. بس طيب الروت باسورد ده الروت اكونت للاوبريتنج سيستم اللي على الابلاينس. اوكي هو روت باي ديفولت، فهندي له باسورد. احنا دلوقتي الفي سنتر ابلاينس، احنا لو احنا عملنا انستوليشن للفي سنتر على ويندوز، الويندوز نفسه هيكون له ادمنستريتور وبيوزر نيم وباسورد. اوكي طيب بالنسبه للفيرتشوال ابلاينس الفي سي اس اي، هي عباره عن جزئين، جزء منها اوبريتنج سيستم وجزء منها الفي سنتر سيرفر نفسه. تمام طيب الجزء اللي هو اوبريتنج سيستم على الابلاينس ليه لوكال ادمنستريتور اللي هو الروت، واحنا هنا بنسبيسيفاي باسورد. اوكي عشان بس تفهموا ايه هو الروت هنا. نيكست. اوكي هنا احنا بنسبيسيفاي السايز طبقا لحجم الانفايرمنت عندنا، ودي الهاردوير ريكويرمنتس اللي هيحتاجها. ففي عندنا بالنسبه للديبلويمنت سايز، هل الانفايرمنت عندنا تايني سمول medium large x large وهكذا. لو هي صغيره قوي يعني tiny، فهيحتاج 2 CPUs و10 جيجا رام، وهيحتاج storage 250 جيجا وهكذا. كل ما بنكبر بالحجم كل ما تشوفوا كده ان طبعا requirements، طبعا هو هنا يقدر يسبورت 10 host و100 virtual machine. اوكي وكل ما نكبر بالحجم هيزيد الكلام ده كله. طيب احنا بالنسبه للديبلويمنت بتاعتنا احنا في لاب، فهخلي بس يعني انا افضل ان انا اخليها سمول بالنسبه لي انا، يعني الحمد لله اللاب فيه شويه ريسورس، فبس انا هزودها علشان يكون سريع معايا. ولو الانفايرمنت عندك كهاردوير ريسورسز تسمح لك ان انت تدي للفي سنتر اكتر، انا انصح ان الفي سنتر سيرفر تديله على الاقل 16 جيجا رام، على الاقل 10 جيجا رام هو هيشتغل بس يعني مش بالكفاءه اللي هي، يعني لو عندك ريسورسز يبقى الاحسن تخليه سمول. سيبك بقى من اللي هنا ده ان انت 100 هوست و1000 فيرتشوال ماشين، انت حتى ممكن يبقى عندك بس 4 هوست و50 فيرتشوال ماشين. لو الريسورسز عندك كرام تسمح ان انت تدي للفي سنتر سيرفر 16 جيجا رام، يبقى على الاقل تدي له 16 جيجا. لو الامكانيات تسمح باكتر ادي له اكتر، بس يعني اكتر من كده لو ان انت عندك بقى انفايرمنت اكبر. بس التايني يعني رايي انا الشخصي، التايني اداؤه مش ما بيكونش سريع، بيكون تقيل. فلو تقدر تعمله على سمول ان هو بحيث انه ياخد 16 جيجا رام و4 فيرتشوال سي بي يكون احسن. طيب الاستورج سايز ديفولت، الديفولت هنا اللي هي 250 جيجا، ولا هي لارج ولا هي اكس لارج؟ طبعا انا اقدر برضو اختار لارج ولا اكس لارج، بس خليني هنا نعملها سمول ودي نخليها الديفولت. اوكي سمول. اوكي كده تمام خلاص سمول. نيكست. هنا بيسالنا على الديستنيشن داتا ستور، شايف فيرتشوال ماشين؟ طيب ايه الداتا ستور اللي انت هتخزنها عليه؟ انا في عندي تو داتا ستورز هنا على الهوست اللي انا برمي عليه. اوكي هستخدم
في هنا 400 جيجا ممكن استخدم ده، داتا ستور رقم 2. تفتكروا الثين بروفيجنينج والثيك بروفيجنينج؟ ها لو احنا في البرودكشن، لو ان انا عندي ديسك سبيس كبير انصحكم ان انتوا تسيبوها ثيك، يعني ما تختارش ده، تسيبه على الديفولت، فهيكون حجمه اوكي. ف الستورج اللي هيحتاجها هياخدها، انا هديها له من داتا ستور التاني ده، خلاص هسيبها. انا في اللاب هنا هعملها ثين علشان بس ريسورسز اللاب قليله، بالنسبه لحضرتك في البرودكشن اعملها ثيك لو سمحت. ليه تعملها ثيك؟ علشان البرفورمانس، هنتكلم بتفصيل اكتر شويه عن قصه الديسك بروفيجننج الثين والثيك والبرفورمانس والامباكت على البرفورمانس في فيديو جاي بعد كده. نيكست. هنا بقى نكونفيجر النتورك سيتنجز بالنسبه للفي سنتر سيرفر، الحته دي مهمه قوي بقى. الفي سنتر سيرفر عندي هيكون على في لان اسمها 101، اوكي. هنشوف موضوع الفيلانز ده في فيديو نتوركس اي بي فيرجن 4 ويكون ستاتيك. طيب السيستم نيم، السيستم نيم عندي اسمه سي اي اي داش في سي اس في داش 01، اوكي دوت. هنا طبعا بنكتب بنكتب الاف كيو دي ان اي اي تي ان دوت، ده طبعا الدومين اللي عندي انا دوت. اوكي مهم قوي انه كتب الفورمات ده. الاي بي ادرس اللي هيكون ليها 10.101.10.99، اوكي. سبنت ماسك جيت واي 10.254. طبعا لو حاجه من دول غلط يعني بيحصل مشكله في السيت اب. 10.50 اوكي. هنا السامري نراجع عليه كويس قوي وبعدين فينيش. اوكي هنا الاول هو هيبتدي يعمل كرييشن للفيرتشوال ماشين اللي هيكون عليها الفي سنتر فيرتشوال ابلاينس، ويكونفيجر الفايلز ويعمل لها باورنج اون كل السيتنجز دي خلاص، ويفريفاي الدي ان اس والكلام ده كله. وبعدين في ويزرد تاني بعدها هنشوفه. الانستوليشن طبقا لسرعه النتورك عندك يعني ممكن تاخد من 15 دقيقه الى ممكن قوي 30 دقيقه. تمام انا هوقف التسجيل دلوقتي ونكمل بعد شويه. اوكي وكده الجزء الرئيسي من الانستوليشن خلص. اوكي كونتينيو. تمام كده الانستوليشن خلص، ستيب 1 خلصت، فاضل ستيب 2 اللي فيها الفي سنتر نفسه بقى، الفي سنتر كونفيجريشن. اوكي طيب بالنسبه للتايم زون يتساب ان تي بي ولا ياخد من الاي 6 اي؟ هو طبعا الاحسن انه ياخد من الان تي بي، انا حاليا هسيبه على الاي 6 اي. طيب الاس اس اتش اكسس disabled، لا نخليها enabled. ال في سنتر ابلاينس ليها هي كمان كوماند لاين انترفيس زي الاي 6 اي هوست، بندخله بالاس اس اتش فنابل اس اس اتش بروتوكول يعني. اوكي هنا كونفيجريشن الاس اس او السنجل ساين اون. اوكي السنجل سنجل ساين اون دومين نيم. اوكي دلوقتي الفي سنتر سيرفر بيكون لي لوكال سنجل ساين اون دومين علشان الاوثنتيكيشن. اوكي وممكن ان احنا كمان بنضيف حاجه اسمها ايدنتيتي سورس، وبنقدر كمان نجوين الفي سنتر سيرفر للاكتيف دايركتوري دومين ون امبورت الاكتيف دايركتوري اكاونتس الى الفي سنتر سيرفر. دي يعني حاجه ادفانسد شويه ليها علاقه بالسكيورتي،
انا كنت عامل فيديوز ليها، لو تحبوا تطلعوا عليها، موجودة في ال موجودة في الـ في اليوتيوب شانل، وكمان هحط